اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في تركيا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وخاصة في تركيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وخاصة في تركيا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في تركيا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وخاصة في تركيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وخاصة في تركيا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري
وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.